مش عليك. لا ما تقلقش ماشي. ليش عليك؟ ليش؟ أنا وسالم فمس تبع قناة شوف تبي في هذا المباشر الجديد والعاجل من مدينة الدار البيضاء، ودائما بخصوص قضية الملهى الليلي اللي تتواجد في منطقة عين دياب، بعد ما شفتوا المباشر الأول اللي كان من أمام هذا المحل، هذا الملهى الليلي اللي نقدروا نعتبروه أنه ارتكاب جريمة في حق الوطن وفي حق الشعب المغربي كامل. انه دار واحد البرمجة اليوم 20 في شهر 10 2022، انه يجيب احد الفنانات او احد ما نروش فنانات بل احد المغنيات الجزائريات، واللي هي الشابة وضع شالومونتي، وكيف نعرفوا انها هي مدعمة الكيان الوهمي ديال البوليزايو. اذا الان معنا مباشرة احد الفاعلين الجمعويين اللي غيدخل على خط هاد المهجلة، واللي نقدروا ونسميوها بجريمة وطنية. تفضل يا استاذ. السلام عليكم ورحمة الله. اولا كنشكركم على الاستضافة. الموضوع اللي احنا الان غنناقشوه هو موضوع خيانة بعد الفاسدين اللي هما كينتميو للبلد الاخر، اللي كيسيئوا بالظن وكيشتموا بلادنا. والان ما فهمتش انا، والسلطه ما كايناش والناس الناس ما كاينينش اللي غيخليو هذه المغنيه والفيش ديالها هكاك. يا استاذ باش نكونوا واضحين، لافيش يلا دات هذا المساء، هذا هذه واحد اقل من ساعتين ديال المغرب. المهم شكون اللي عطاهم الترخيص باش يعلقوا هذاك الفيش وما كايناش المراقبه؟ لا يعقل على ان بعض الناس اللي هما اللي ربما يمكن كيسيئوا لينا البلاد ديالنا، واللي هي دائما كتقول في الاغاني ديالها بانك كتأيد البوليساريو حتى في المنشورات ديالها ولا تيتيش كل اغاني كتقولها. لا يعقل على اننا احنا كمواطنين ولا كفاعلين جمعويين على اننا نرضى ونخليو هذه، ربما يمكن حنا نقدروا نحبسوها حتى في الحدود او نحبسوها في المطار ما تدخلش. لا يعقل على ان واحد كيسيء بينا وكيسبنا في الاخير، واحد كيجي كيعلق التصويره ديالو وكيحطها في واحد الشارع اللي كبير، واحد المنطقه اللي كبيره، وعلى الاخر كنبداو نشوفوا بان واش هذا السيد عنده الحق على انه يستدعي قبل ما يستدعي واحد المجرمه، لان هي كتسيء بالبلاد ديالنا وهو مدخلها. واش كيظن على اننا حنا السداس في هذه البلاد، ولا هي كتصحبنا باننا حنا راه بلاد ديال المقاومه، نحن جنود ديال البلاد ديالنا، حنا وراء صاحب الجلاله نصر الله. دائما حنا دائما نكونوا نضحيو من اجل الوطن ديالنا. حتى في بعض الخطابات ديال صاحب الجلاله نصر الله تنشوفوا انه تقول سواء ان يكون الانسان وطنيا يحب وطنه او لا يكون خائنا. ومن طبيعه الحال هاد المقوله ديالو نصر الله على انه حتى كتكون حتى في الدين، حتى الدين راه تا هو تيتكلم على انك ما تكونش تدخل الوطن ديالكم. يمكن ليش تدخل الوطن ديالنا؟ لان هذا الوطن ديالنا هو فين دزناه، هو فين كاينين والدينا، هو اللي نشأنا فيه، هو المناخ ديالنا، هو اللي كنعيشوا فيه يوميا، هو اللي كنمشيو على الارض ديالو، هو اللي النعمه ديالو اللي هي الان واقفين بها وغاديين بها. تنطلبوا من الله سبحانه وتعالى الله يوحدنا كمغاربه وما نخليوش بحال هاد الاعداء يدخلوا لنا الوطن. وإذا تمام توصل عائلة في صاحب هذا المحل هذا. وإلا كان بحال هكا. أنت فاش لقيت الخبر؟ فاش حسبتي المسألة هذه؟ واش أنا كنقول خائن هذا إلا كان بحال هكا، حتى هذا كيعاون الخونة، هذا غيكون خائن في حق الوطن. حيت ملي كتشوف واحد المغنية أو رقيصة كاع، أنا كنقول ما نقولش مغنية أو فسيدة، على أنها كتسيء بالوطن ديالنا وأنت فاتح لها الباب
وزعما حاطه معلقه في الفيش. واش كيقول بان المغاربه كاع الشداز ما فاهمينش؟ الحمد لله احنا راه حاضرين الوطن ديالنا بغينا ولا كرهنا. اي حاجه اللي هي كتدخل الوطن ديالنا اننا نبلغوا بها. كنشوف سيدي انا في احد التعليقات بعض الناس قالوا ان خاصكم واحد المداهمه وواحد المتابعه ديال صاحب الملهى، رايت انت في هذه المساله هذه؟ وهو الا كان بغينا نعرفوا دابا العقليه ديالو كي دايره، الا ما حافظ، الا كان ربما مقاريس ولا زادز ولا لعبوا عليه شي وحدين يمكن نقدر، ولكن الا كان فاهم وعارف ولا شي حاجه راه كنسميه خائن، ان هذاك الملهى خصو يتسد. ما كينفعناش بشي حاجه، هذاك كينفعنا في الفساد والمنكر وكيزيد يعذبنا في ضميرنا. كنشوفوا في بلادنا كيفاش بحال هاد المجرمين كيفاش يشدوا في الوطن ديالنا. انت تشوف هذا الناس جاي من حق الوطن؟ من طبيعة الحال انها جريمة من حق الوطن. كل من كان خائن راه مجرم في حق الوطن. هذا اللي كينكر الخيرات ديال الوطن هذا راه اقتلوه كما قال رسول الله لا غيرة فيه، اللي ما فيش الغير غيموت. معنا واحد الشاب اخر حتى هو فاعل جمعوي، تفضل سي مصطفى شنو رايك انت بخصوص هذا الموضوع؟ اول حاجه فكنشكر القناه ديالكم قناه الشعب قناه شوف تيفي على الوقوف ديالها دائما في هذه القضايا الوطنيه. هذا ماشي من باب مجامله ولكن هذا الواقع. غير بالنسبه لي انا كرئيس جمعيه وكمراسل صحفي الى لاحظتي فكنحمل الساك ديالي فوق الكتاف ديالي. ربما العمل كمراسل صحفي والشغل ديالنا ما فيه لا ليل لا نهار، حنا كذلك جنود مجندين وراء صاحب الجلاله في هذا الوطن هذا. اللي حس في النفس ديالي هو انني الان كنقوم كما قلت بالعمل ديالي كمراسل صحفي، كنتقصر اخبار بطبيعه الحال باش نوصلوها للمواطن. فاذا بيا كنشوف هاد لافيش هذا فهاد الحانه، هاد الحانه حنا ما كيهمناش داكشي، مهم كاين قوانين كاين رخص كاين داكشي ما كيتعلقش. حنا اللي كيهمنا هو هاد الخيانه العظمى. واحد الانسان اللي باغي يشرب الدم ديال الشعب المغربي بهذا المعنى هذا، باغي يشرب الدم ديال الشعب المغربي، وانت رغم ذلك حاط الصوره ديالو مقابل واحد الدريهمات، شحال غادي تربح كاع مثلا؟ شحال غادي تربح انت مثلا كاع في هاد الحفل مثلا اللي غادي تقيمه مثلا ودير ليه الدعايه من هنا ربما على حسب المعلومه 20 في اكتوبر 20 اكتوبر. يعني انا صراحه انا كيف ما لافيش يلاه نزلات ما غاديش نحمل السلطه اكثر من الطاقه ديالها قدر ما، ولكن راه خص معالجه هذا الامر هذا، وخص هذا السيد هذا يعرف بانه راه غادي يحتضن اكبر عدو للمغرب في القضيه الوطنيه. وكنعرفوا بانه راه الخطاب ديال جلاله الملك نصر الله راه قالها، راه القضيه الوطنيه اللي هي الصحراء المغربيه هي المنظار اللي كيشوف به المغرب العدو من الصديق. سالات الهضره نقطه ورجع للصدر. اذا لا كنتي انت الخطابات الملكيه بطبيعه الحال هي مرجعيه بالنسبه لنا حنا كمغاربه، اذا كان الخطاب الملكي انت ما كيهمكش هنا اذا اكثر من علامه استفهام. اذا كنتي انت عارف وجايب هذه السيده هذه هنا حاشا واش تكون سيده، لان عدو ديال الوطن. اذا كنتي انت عارف وجايبها هنا هذه مصيبه عظمى، وإذا كنتي ما عرفتش وجايبها فهذه مصيبة أعظم، لأنه أنت مادام كتخدم في واحد القطاع اللي هو قطاع مهم اللي هو قطاع السياحة. ربما أنت الآن تابع لوزارة السياحة. إذا هنا خاصك تحرر من الناس اللي كيدخلوا عندك. واش هاد الناس داخلين بواحد النية صافية؟ واش جايين وجايبين معاهم الخير لهذا البلد هذا اللي الخير ديالنا ديال كتافنا كله من الخير ديال هذا الوطن؟ خاصك أنت بالدرجة الأولى تكون أنت هو المتحري الأول. اي شبهه اي حاجه كتبلغ بها السلطات بطبيعه الحال. كنعاود نقولها السلطات المحليه بالمنطقه ديال عين دياب، فكنتمنوا انهم يقوموا بالعمل ديالهم ويحاربوا بحال هاد الناس هادو. وكذلك صيحت بينهم يلاه غادي هادي اللي بغيت نقول، الا خليتيني نكمل الجمله، يكون التنسيق ما بينهم وبين اصحاب الحانات اللي كاينه. اي واحد اي مشبوه اي واحد ضد القضيه الوطنيه ما عندنا ما نديرو به. وهذا نداء كذلك للناس للسلطات بالمطار بانه اي واحد ضد القضيه الوطنيه ما عندنا ما نديرو به. اذا كان هو ما بغيناش مره احنا ما باغينوش مليون مره، ما عندنا ما نديرو به، احنا ما عندنا ما نديرو به. اذا لهذا كناشدوا من المنبر ديالكم اللي هو صوت الشعب
قناه شوف تيفي كناشدوا السلطات المحليه وكناشدوا المسؤولين في هذه البلاد هذه. الا كنا غنعاود نقولها الا كانت كتهمنا القضيه الوطنيه وكانت هي المقياس والمعيار ديال المعامله ديالنا مع اي كان عبر العالم، فاذا كانت هذا هو مربط الفرس فاكيد الناس هذو خصنا نحاربهم كل ما اوتينا من قوه، حنا كفاعلين جمعويين كسياسيين كرياضيين كسلطات كامن كجهاز عسكري كلشي خصنا نتحاربوا مع الناس لانهم هما كيحاربونا. احنا اصحاب حق، احنا طلاب حق، احنا جايين ماشي كنطلبوا، هذا حق مشروع لينا، هما اللي كيحاربونا في الحق ديالنا. اذا حنا قال لك الهاجم كما كيقول مثلا الهاجم يموت شرع، اذا هاد الناس هادو اللي هجموا علينا غيموتوا شرع. اذا من هذا المنبر كنحييكم كنشكركم على الغيره ديالكم وعلى المراقبه ديالكم، لانكم طبيعه الحال هذه هذا باب المراقبه الاعلاميه، هذه كتسمى مراقبه اعلاميه. اذا الان جاء الدور ديال السلطات تقوم بالعمل ديالها، وكذلك يعني الدوله وزاره السياحه السلطات بالمطار خصها تقوم بالدور ديالها. هاد الناس هاد النماذج هادو راه ما عندنا ما نديرو بهم. وتحياتي وكنشكركم على الغيره ديالكم. تحياتي. عندك شي اضافه استاذ؟ لا لا، بغيت غير اللي بغيت نقول انا في الواقع على هاد السيد هذا اللي هو عنده بار وحط هذاك الفيش ومعلقو، بغيت نعرف انا كان بكري لما كتكون اي حاجه كدوز لواحد الدروه تدور فهمتي كدوز للمراقبه، يعني هاد الفيش ما داز للمراقبه لا والو، واش ما كاينه السلطه ما بانش لهم زعما هذاك الفيش واش ما غاروش او لا غيقول لك زعما لا راه خصو يكون ديما البيرمانونس، لان شي حاجه اللي كتكون في الخيانه للبلاد كيخصنا نكونوا دائما 24 ساعه على 24 ساعه حالين عينينا، لاننا الان حنا راه امام واحد الواقع هو هذا، امام واحد الدوله اللي هي ما كتسئس لينا بالخير واللي حنا ما عمرنا حلينا عينينا فيهم، راه من 62 هما وهما دائما هما تيقلبوا على المشاكل، رغم اننا حنا ناس ديال دوله السلم ودوله المحبه، حنا ضد الحرب هما كيقلبوا على الحرب، هما كيصيفطوا لينا هاد ضروري هادو هما اللي كيصيفطوهم لينا، هادو هما دوك الجواسيس ديالهم، هادو كيصيفطوهم يفتنونا، ولكن هاد المنبر خصو يفيق بان هذيك راه خاص تحت اجراءات في حقه بخصوص هاد اجراءات في حقه، لانه ما يمكنليش حتى هو يبدا يتلاعب الوطنيه. شكرا. اذا متتبع قناه شوف تيفي كنتو معنا على المباشر من مدينه الدار البيضاء في لايف اللي تكلموا فيه زوج ديال الفاعلين جمعويين، ودخلوا على خط هذه الفضيحه اللي قام بها احد اصحاب الملاهي الليليه بمدينه الدار البيضاء وبالضبط منطقه عين دياب، اللي برمج واحد السهر اليوم 20/10/2022 ديال المغنيه الجزائريه الشابه وضع صار المنطقي، وكيف يعرف الجميع انها من الاشخاص اللي مداعمه لمساله البوليزاريو. اذا تتبع قناه شوف تيفي الى هنا، استودعكم الله والى اللقاء في مباشر اخر ان شاء الله.